مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم خير البلاد. حنا بتراب الجماعه القرويه عين البيضاء باقليم وزان، هنا بلاد الزيت والزيتون. هنا غادي نواكم معكم الجهود اللي تبدلات من اجل تطوير هذا القطاع، وكيفاش التكتل ديال نساء الريف ساهم انه يرتقي منتوج زيت الزيتون وتجويده، وكذلك من جهه اخرى انه يرتقي بالمراه الجبليه. المساحة المزروعة من أشجار الزيتون في إقليم وزان كتوصل 65 ألف هكتار، بنسبة الثلث من مجموع المساحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمعدل السنوي الإنتاج كيفوق 700 ألف طن، فيما زيت الزيتون كيوصل 14 ألف طن. ما بين 2008 و 2019 تم زرع حوالي 22 ألف هكتار، هو عامل مساعد في الزيادة في الإنتاج إلى جانب المناخ الملائم اللي في الإقليم اللي كيعرف تساقطات مطرية منتظمة. استفدوا الفلاحة اللي كان عندهم زيتون قديم اللي خلاوه الجدد ودابا راه ما تعطي والو، وفكروا الإخوان الفلاحة اللي هما خصهم البديل اللي هما يديروا واحد الشجر ديال هذا، كل واحد دابا الحمد لله ولات كل قطار فيه 119 شجرة، وكل فلاح اللي كان لقيته بحال لقيته ديال هذا تيخصو يشري الزيت مثلا شي واحد 50 طبيش ديال البيصارة، ولا الفلاح الصغير تتبقى لواحد 400 يترو حاليا. يعني كاين واحد الفرق من غير من 2010 والزيتون ولا كيعمل واحد المقدار 6 دراهم 5 دراهم، ولينا الحالة ديالنا ولات بخير دابا الحمد لله. رحنا هذه المنطقة رهنا سيدي ربي نابع عليها، والحالة ديالنا هي الزيتون هنايا، الزيتون هو اللي كان استنفعوا منه، هو اللي ولا راد الناس شوية بخير. أما الحالة الزراع وهذا كنعياو من حرطو ونعياو من ما كنخليو لا لانكري لا ملحة لا دواء لا هذا، ما لنديو شي تارس الما اللي كنصيرو فيه. الزيتون الحمد لله ما كلشي من فضل الله، كل شيء من فضل الله، إلا حرثناه ما قدنا أحد. تم الإحداث أو إعطاء انطلاقة ديال 14 مشروع دعامة ثانية في إطار مخطط المغرب الأخضر، اللي مكنات من الغرس ديال 22 ألف هكتار إضافية، الشيء اللي مكننا نوصلوا لواحد المساحة ديال 65 ألف هكتار حاليا في الإقليم، وذلك بواحد الاستثمار إجمالي ديال 370 مليون ديال الدرهم. وكذلك ما كنتكلفوش غير بالغرس، كان كذلك إحداث وحدات ديال التثمين اللي العدد ديالها وصل 7 وحدات لاستخلاص زيت الزيتون، وكاينه وحدات ديال التصوير كذلك هي في طور الإحداث. البيان المحمي الجغرافي لزيت الزيتون البكر الممتازة وزان اللي حصل عليه الإقليم هذه 7 سنين ساهم في الترويج بشكل كبير للمنتوج، وتطور معها العمل في التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي الجيو من الشجرة للمستهلك، وكانت مراعاة للسلامة والجودة لجميع المراحل. مثلا هذه الوحدة اللي تابعة لمجموعة ذات النفع الاقتصادي بن قلة، الهم ديالها هو بلوغ الأسواق وبيع زيت الزيتون بثمن معقول، والشواهد اللي حصلوا عليها كتشفع لهم. هي وحدة متكاملة للعصر والتخزين، بطاقة استيعابية كتوصل 300 طن، قاعة للتلفية في التعبئة، بفضل الدعم ديال المخطط المغرب الأخضر. هذه المجموعة فيها حوالي 234 فلاح، يعني كنستغلوا على واحد العدد المحيطات، الا جمعنا هذه المحيطات تقريبا واحد 5000 وشي حاجه ديال الهكتارات، ما يزيد على 5000 هكتار اللي كنستغلوا عليها. حنا كاين اللي منهم فلاحه
اللي كيجيبوا الزيتون ديالهم، وكاين الاخرين اللي كنحاولوا حنا نشريو منهم ونستقطبوهم عندنا باش يتملوا المنتوج ديالهم ان شاء الله. القيمه اللي كتوصل اننا حنا كنقدروا نطحنوا حتى 3200 طن الطاقه الاستيعابيه ديال، لان هذه الوحده ديالنا ديال 60 طن في اليوم. الا ضربنا المده ديال 3 شهور ولا 90 يوم بحال هذا الشكل هذا، يعني كتكون تبارك الله واحد القيمه مضافه لهذا الاقليم ديال وزان. يمكن نعتبروا المردود ديال هذا الموسم من الزيتون كان متوسط بحكم الضبابه اللي ضربات النواره في شهر 4 من العام اللي فات، لكن على العموم الرحاه دارت في عدد لا باس به من المعصرات في الاقليم. هذه المعصره اللي استفاد صاحبها من دعم صندوق التنميه الفلاحيه كتوفر عجيزات حديثه كتساهم في استخلاص الزيت بشكل سليم. فمجموعه من الوحدات بدات كتنتقل من نظام 3 مراحل الى 2 مراحل في العمليه. التلفاز كتخدم بواحد الطريقه حديثه، هي اللي ولات اليوم الحمد لله الدوفاز، حيت كتخرج الزيت ديالها شويه بارده والماء ما كايناش من قله ديك المارجان بغينا نقللو منها، داكشي علاش كنديروا الدوفاز. هذا علاش دابا يا الدوله خرجت الدوفاز باش تقلل من ديك المارجان، حيت ديك المارجان كيكون كيسبب لنا شي شويه في المشاكل ديال الويدان وكتمشي تن كي. احنا دابا الدوفاز هي اللي كتقلل لنا المارجان، حيت ما فيهاش المارجان. زيت الزيتون هو مورد اساسي كيرجع بالنفع على غالبيه الفلاحه هنا في الاقليم، لكن التفكير في عدم الاضرار بالبيئه حتى هو خاصو يكون حاضر ويكون اولويه. وهذا الشيء بدات البوادر ديالو بمشروع انتقل من مرحله الدراسه الى العمل، مشروع محطه لمعالجه نفايات الزيتون بوزان للتخفيف من تلوث المجاري المائيه وايجاد بدائل للتخلص من مخلفات معاصر الزيتون. هنا كنتكلموا على خطوره المرجان. نساء الريف مجموعة ذات النفع الاقتصادي وصل منتوج زيت الزيتون خارج الحدود ورفع من وضعية المرأة الجبلية. بالسواعد والشواهد كيقدموا منتوج عنده جودة عالية. كيفاش جات الفكره ديال الولاده ديال هذا المشروع هذا؟ وصلتوا بطبيعه الحال دابا لمجموعه ذات النفع الاقتصادي اكثر من 300 ديال النساء مجموعين هنا في المنطقه هذه، كيفاش جات الولاده ديال الفكره ومشيتوا في هذا الجانب ديال انتاج زيت الزيتون والتجويد ديالو؟ حنا كنا تعاونيات اللي موجوده في الاقليم، ولكن الفكره ديال تحسين الجوده ديال زيت الزيتون بدات تقريبا في 2000. هي كانت واحد الدراسه دارت في المغرب على مجموعه الاقاليم هنايا في المغرب، كانت دراسه بطبيعه الحال بين وزاره الفلاحه ووزاره ديال الصناعه والتجاره، من الهدف منها هو نشوفوا الاقاليم اللي عندها شويه الجوده ناقصه، وبالفعل جبروا وزان من بين الاقاليم اللي ربما نقولوا بان مثلا شويه ما كانش كيحترموا نسبيا ما كيحترموش شويه المعايير، لان ما كانش كاينه المكننه، ما كانش كاينه التطور اللي كاين دابا حالي. ومن ثم بدات الفكره، كان هو تقريبا البدايه هو تاسيس واحد التعاونيات كيحترم فيها تكون عندهم يعني مجموعه الاليات اللي كتحترم الجوده، وكانت عباره في البدايه عباره عن تكاوين، يعني خداو هاد التعاونيات من بينهم احنا كنا استفدنا كانوا جوج تعاونيات في الاول، من بعد عاد مشي يطوروا على شكل مجموعه ذات نفع اقتصادي. التكاوين الاولى كانت كيفاش نديروا نحسنوا الجوده، كيفاش نديروا يعني نحصلوا على هذا الزيت اللي دابا اللي ولينا كنقدروا نبيعوه دابا في السوق، وهذا هو اللي كان العمل يعني في البدايه ديال الموسم. لربما حتى التحدي ان التعاونيات هذو 8 اللي كاينه في اطار المجموعه كلهم نساء، يعني هو تحدي بلا شك عنده بعض العراقيل وبطبيعه الحال عنده ايجابيات بلا شك. يعني المراه عندنا هنا الجبليه هي اللي كتخدم على الزيتون، يعني من السقيط ديالو حتى العصير ديالو، يعني ماشي فقط زدتو قناه اخرى اللي هي التسويق ديالو والعمل ديالو، هذا هو اللي مهم كنتكلم عليه. بطبيعه الحال يعني ملي قلت على التكاوين، يعني هاد النساء ما بقاوش غير بحال الطريقه القديمه كيجمعوا الزيتون بطريقه عشوائيه ويمشيوا يعصروها بطريقه نقولوا بان مثلا فيها نظار، ما كنهضروش على الحجره لان الحجره دائما تعطينا الزيت مزيانه، ولكن ما بعد الحجره، ما بعد الحجره يا اما الشوامي يا اما هذوك كنسميو حنا فينا في البلاد كتهرج، ما كيخليوش الجوده. ملي كيقول الجوده يعني مجموعه ديال الفيتامينات كيمشيو، الزيت كتكون شويه المذاق ديالها ماشي هو هذاك، يعني هذا هو اللي كيتحكم فيه سواء السوق الدولي ولا السوق المغربي. يعني قبل ما نهضروا على السوق نتكلموا مثلا على الاشتغال ديالكم،
مثلا هذا زيت الزيتون مثلا، واش كتخدموا نتوما على الانتاج يكون قوي وكثير كثيف، ولكن شي حاجات اخرى اللي هي مهمه عندكم واولويه؟ في البدايه كان عندنا واحد المسار خاصنا نتبعوه، يا اما نمشيو في الكميه واما نمشيو في الجوده. الكميه ما نكذبش عليك ما قدرناش حنا كتعاونيات نسويه اللي دخلنا المجال ديال الرجال، لان الاكثريه ديال التعاونيات ديال زيت الزيتون ديال الرجال، حنا قدرنا دخلنا في هذا المجال اللي كنقولوا سميناه ديال الذكوري، حنا قدرنا ندخلوا هذا المجال، ولكن جبرنا الصعوبه باش ما يمكنناش حنا نتحداو شركات اللي كاينه موجوده في المغرب، ولهذا حنا اخترنا واحد المسار اخر هو مسار الجوده. تما يعني بما ان حنا بدينا في التكوين لا في الناحيه ديال 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 يعني كيفاش ننتجوا زيت الزيتون او كيفاش نجمعوا الزيتون، لان البدايه راه من الحقل، كيفاش الزيتونه نطيوها كيفاش نخدموا عليها حتى نوصلوها للمعصره. حنا خسرنا هذا المسار هذا، الشهاده يعني اللي كنعتزوا بها من بين الشواهد اللي كنعتزوا بهم، بس كلهم كنعتزوا بهم، ولكن الشهاده الاولى كانت البيولوجيه، كانت 2006 وكانت اول شهاده بيولوجيه في المغرب ديال زيت الزيتون. من بعد طبيعه الحال جاوا شواهد اخرى، وكذلك عاد الشهاده المهمه هي ديال لي جي بي، البيان الجغرافي المحمي ديال زيت الزيتون والزان. هذا عوامل كانت مساعده بانكم تدخلوا السوق وتنافسوا بها. بطبيعه الحال لان ملي كنقولوا شواهد وكنقولوا جوده، راه حنا في البدايه ربما كنا كنسيبليو غير السوق الدولي، لان 2000 2001 راه كان مازال المستهلك المغربي ما عندوش فرق، كيقول زيت بلديه، ما كيقولش زيت ذات جوده ولا ماشي ذات جوده، ولهذا مع هذيك الشواهد قدرنا نسيبليو السوق الدولي، ومن ثم فكرنا ندخلوا السوق المغربي. بالنسبه للزيت والجوده ديالو، مثلا كاين انواع ديال الزيت، انتم خدمتوا على زيت البكر يعني اكسترا فيرج، مثلا انا كمستهلك بغيت نعرف هذا الزيت الجوده ديالها كيفاش، شنو القنوات ولا شنو الحوايج اللي يمكن تعطيها لي انا مثلا المستهلك والمشاهد باش يعرف هذا الزيت راه مزيانه؟ راه في البدايه قلت لك ما كنا كنبيعوا حتى يترو في المغرب، لان كان كيجيهم مذاق غريب، زيت ما فيهاش الملحه، حره شويه يعني ملي كتذوقها كتجبر واحد المروره فيها، المروره ديال الزيتون مروره اللي ايجابيه ماشي سلبيه، ولكن كتصعيب باش يولفها. طوعتوا المستهلك باش يذوق؟ ماشي حنا، ولكن حنا يعني ربما من بين التعاونيات ولا الجمعيات ولا حتى الشركات اللي كيخدموا في هادشي ديال اكسترا فيرج الجوده رقم واحد، يعني خلاو المستهلك هو يولف. علاش؟ لان الذوق ولف هاد الجوده هادي، اول حاجه غتكون كتفيد الصحه ديالو، ثاني حاجه على الاقل كيستهلك واحد الحاجه اللي صالحه للاكل، لان اللي خصو يعرف المستهلك المغربي الزيت راه فيها ثلاثه الانواع اللي صالحه للاستهلاك، اللي هي البكر الممتازه يعني رقم واحد، اللي كتكون خص اوبليجي الحموضه ديالها تكون قل من 0.8، هذا قانون دولي ديال الزيوت. الثانيه هي زيت البكر اللي الحموضه ديالها تكون يعني قل من يعني الاخرى بين صفر قل من 0.8، الاخرى قل من 2، يعني الثانيه كتسميوها البكر، والثالثه العاديه كتكون قل من 3.3. اما الزيت اللي فوق 3.3 في الحموضه ديالها هذيك غير صالحه للاستهلاك بتاتا، والحمد لله دابا كبحال كنطلبوا من يعني كبحال حنا دائما كنا من البدايه ديالنا كنا كنقولوا صعيب الزيت اللي عنده جوده تحاط مع الزيت للاسف اللي كتباع في اسواق بدون مراقبه، دابا الحمد لله مع الناس ديال لونصا مع وزاره الفلاحه مع المستهلك ولا واعي بهذا ولا واعي. انا قلت لك يعني الحمد لله بان ولا كنعرفوا بان، ولكن هذا راه دافع باش يخلي المستهلك يزيد يقلب راه يقرا، دابا الحمد لله راه ولا اوبليجي لي تيكتاج، ومازال كنطمحوا تكون مراقبه اشد، لان مازال في الاسواق الصغرى مازال شويه كاينه هذه العشوائيه في البيع ديال الزيت، هذا باش كيعاون يخلي حتى هاد العيالات اللي كيخدموا الزيتون يعني بهاد الصعوبه ديالها يمشيو في هاد الوقت ديال الشتاء، في هاد الوقت ديال الغيص والوقت ديال التمره، يعني يشجعوهم، لانهم راه ماشي حتى في الثمن ديال البيع، راه الثمن ديال الاكسترا فيرج كتقرب الثمن ديال الزيت العادي اللي كاين في المغرب. تقريبا كيلو لتر؟ يعني كتكون الثمن على حسب الموسم، 40 درهم 45 43، الوقت اللي كيغلى يغلى كتوصل 50، وقدرت توصل حتى 35 بحال العام اللي فات. يعني كيكون تبارك الله كاين الانتاج. بقى لي السؤال الاخير، هو الانعكاسات بطبيعه الحال واضحه بالنسبه للنساء، يعني كرفع من المستوى ديالهم، ولكن كاين واحد الطرف اخر اللي توخص نتعاونوا من اجل الحمايه ديالهم، كاين الاستفاده ديال الانسان والفائده خاصها تعمل حتى على الارض، يعني في العمليه ولا المسار كامل ديال انتاج الزيتون يعني الارض كتضرر شويه، شنو هي المجالات مثلا انتم من وجهه النظر ديالكم ومجال التدخل ديالكم باش تحسوا الفلاحه هنا في المنطقه باش ما يكونش ذاك الضرر على الارض خاصه في الواد؟ انا كنتكلم على المرجان. الزيتونه بحال ما كتنفع كتضر، كتنفع لان كت في البيئه مغروسه هكا يعني كتنقي الجو،
يعني الجو انت كتشوف كي داير رائع ملي كتكون في وسط حقل ديال الزيتون، ولكن بطبيعه الحال ملي كتولي في المكنه ملي كتولي في المصنع كتولي يعني مضره. بلاش كاتشي كيطلب يعني تقسيم المسؤوليات بالنسبه للعضوات او الاعضاء ديال التعاونيه، يعني كاين سفيرات كاين. بالفعل لان 300 مره ما يكونش كيخدموا في مجال واحد، الحمد لله حنا مقسمين، كاين اللي كيخدموا في الانتاج، كاين اللي كيخدموا في التسويق، يعني كبحال عندنا يعني عندنا ايكيب اللي كتكلف التسويق، يعني كنحضروا في معارض دوليه ووطنيه، كاينه في افريقيا، كاينه في اوروبا، يعني حتى في كندا، يعني كنمشيو نحضروا في معارض اللي مهمه. اي دونك هنايا يعني هاد يعني هاد النساء هما يعني كبحال ما هم منتج حتى في اسيا. الهند وقيله تاهي كتصدروا لا الهند عندنا معاهم كونترا كنصدروا معاهم، ولكن عمرنا ما حضرنا معاهم في معارض، ولكن الحمد لله الزيت ديالنا كبحال ما كانش نساء سفيرات، الزيت غتكون سفيره حتى هي اللي توصلنا للعالم الخارجي. وكنتمنوا المنفعه دائما تبقى مستمره ومع هذه الامطار هذه، وتبارك الله عليكم، حظ موفق للنساء ديال الريف. شكرا بزاف، بارك الله عليك. شكرا. ديالنا في إقليم وزان شافت على النهاية ديالها، خير البلاد مازال معكم، تلقاو في منطقة أخرى موضوع آخر، في أمان الله.